بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم افتتاح 9 مساجد بعد عمليات الإحلال والتجديد، وخطبة الجمعة هتكون تحت عنوان أسماء يوم القيامة ودلالتها في القرآن الكريم. ده غير أن النهاردة في 5 مباريات مهمة في الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فاللواء عبد الحميد الهجان محافظ الأليوبية هيستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بالإضافة لعدد من المحافظين السابقين، وده ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. كمان النهاردة وزارة الأوقاف هتفتتح 9 مساجد، منهم 7 مساجد جديدة و2 تم عمل الصيانة ليهم، علشان يكون مجموع المساجد اللي تم افتتاحها من أول يوليو اللي فات ولحد دلوقتي 109 مسجد. برضو النهاردة وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان أسماء يوم القيامة ودلالتها في القرآن الكريم، وأكدت الوزارة على الأئمة أنهم يلتزموا بموضوع الخطبة سواء من ناحية النص أو المضمون، وتكون مدة الخطبة مش أكتر من 10 دقائق. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة. هيلتقي فريق مصر المقاصة مع سموحة الساعة 4 العصر، والساعة 6:30 بالليل هيلتقي الجونة مع فيوتشر، وفي نفس التوقيت هيلتقي الاتحاد السكندري مع المقاولين العرب. أما الساعة 9 بالليل فهيلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز، وفي نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع المصري.